مركز الاستطباب في كيفه ثاني أكبر منشأة صحية في البلد بعد مركز الاستطباب في نواكشوط والأولى من نوعها في الداخل. وهذه المعلمة الطبية الكبرى المطلة بشموخ من على ربوة شرق مدينة كيفه، وتنتصب بنايته العملاقة على مساحة 50,000 متر مربع، أكثر من نصفها تحتله مصالح ومختبرات وأقسام هذه المنشأة الطبية والتحفة المعمارية الجميلة. الوزير الأول السيد يحيى الحدمين أشرف على قطع الشريط الرمزي إذانا ببدء تشغيل مركز الاستطباب في كيفه، ليدشن بذلك عهدا جديدا تودع فيه ساكنة الداخل رحلة الشتاء والصيف باتجاه نواكشوط للعلاج والتداوي، وتتجاوز مع ذلك عقدة البعد من المراكز الاستشفائية المتطورة. تسجيدا للتعليمات السامية لفخامة الرئيس الجمهورية، تقوم حكومة معاليكم الموقرة بإصلاحات هامة في مجالات الصحي ومن حيث تقرب خدمات الطبية من المواطن وضمانة جهودتها، وهو ما جعل وزارة الصحة من خلال برنامجها الوطني للتنمية للقطاع تسعى إلى تحسين أداء في خدمات المريض، رفع من مستوى كافة موظفي القطاع وتقوية قدراتهم، سيطرة والتحكم في الأمراض والكشف المبكر عنها. وهكذا أصبحت تشييد المنشآت الصحية واقعة ملموسا، مكن من تقرب الخدمات من المواطنين وتحسين منشآت في مجال الصحي بصفة معتبرة. عمدة مدينة كيفه أشاد بهذا الإنجاز وقال إنه حرك في ساكنة المدينة شهية التطلع إلى الأفضل والاستزادة من المكاسب بعد أن أصبح اليوم المستحيل واقعا متجسدا على حد تعبيره. إن إنجاز هذا المستشفى وغيره من المشاريع الجبارة ليشجعنا على المطالبة بالمزيد من أجل تحسين الخدمات الأساسية، ويكفينا في بلدية كيفه أن نذكر على سبيل المثال للحصر بناء المسجد العتيق بالقديمة، وهذا المستشفى الجهوي ومحطة الطاقة، وإنجاز طرق داخلية بالمدينة وكذلك ربطها بمقاطعات الولاية، فضلا عن الأمل والتضامن والتنمية والصحة والتعليم. السفير الصيني في بلادنا سعادة السيد وودونغ أكد في كلمته أن مركز الاستطباب الجديد يمثل خطوة أخرى على درب تعزيز وتوثيق علاقات دولته دولة الصين الشعبية ببلادنا، هذه العلاقة التي طالما شكل المحور الصحي أبرز تجلياتها. وأضاف أن هذا الإنجاز هو تعبير آخر من جمهورية الصين وترجمة حية للمستوى العالي الذي وصلته الصداقة الموريتانية الصينية. الوزير الأول السيد يحيى الحدمين تفقد مختلف أجنحة مركز الاستطباب الجديد الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 150 سريرا، ويعمل به طاقم طبي يزيد على 200 موظف 22 منهم أخصائيون. واستمع الوزير الأول إلى شروح مفصلة عن المنشأة الجديدة التي تضم مصالح الجراحة والأمومة والطفولة وأمراض القلب وطب الأطفال والأمراض الباطنية وغيرها. وكان الوزير الأول في كل لقاءاته بالقائمين على المنشأة المدشنة يدعو الطواقم الطبية إلى تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية في مجال تقريب المرفق الصحي من المواطنين وتذليل كل العقبات في وجه المريض وإسدائه الخدمة العلاجية الراقية. مركز الاستطباب في كيفه هو منشأة تنضاف اليوم إلى طابور الإنجازات العملاقة التي شهدتها بلادنا في مختلف مناحي الحياة، وتجسيد آخر لمنح الدولة الجاد في ملاحقة المواطن أينما كان بخدمات الدولة الأساسية وإرساء دعائم لا مركزية المرافق العمومية، هذا فضلا عن دوره في تعميم مظاهر السيادة على عموم التراب الوطني.